تولت عمليات الطعن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ قالت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم إن شابا فلسطينيا طعن إسرائيليا في مدينة نتانيا شمال تل أبيب، وهو ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه تم إطلاق النار على الشاب الفلسطيني، وأكدت أنه ينحدر من مدينة طول كرم في الضفة الغربية. وقد أفاد مراسلنا بأن الشاب في حالة خطيرة.